من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل حزنا إذا شئت سهلا. وبعد، فقد ذكرت في هذه الدروس السابقة أن الإسلام وجه إلى العناية بالبيئة عموما، وأن هذا التوجيه ليس نصائح مجنحة طائرة، وإنما هو أحكام شرعية، والمسلم يتعامل مع الحكم الشرعي بما يليق به من التوقير والاحترام والسعي إلى التنفيذ، لأن هناك فرقا بين أن يصدر الإنسان حكم أو توصية أو رأي ولكن ليس له سند شرعي، فيتعامل مع الإنسان بما يشاء، قد يلتزم به وقد لا يلتزم. لكننا حينما نتحدث عن الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي فيه تكليف، والتكليف إلزام ما فيه كلفة، أي ليس الأمر باختيار الإنسان أن يفعل أو لا يفعل، بل يجب عليه أن ينفذ. وهذا قيمة هذه الأحكام المتعلقة بالبيئة، التي مع الأسف الشديد لم يأخذها المسلمون من هذا المأخذ. الذين يرون أن الإسلام ليس إلا نظاما يضبط العلاقة بين الإنسان والخالق أضاعوا هذا التوجيه ولم يستفيدوا منه، فوتوا على الأمة فرصة أن تستفيد من هذا كله من أجل المحافظة على مكونات البيئة. هؤلاء والذين علموا الناس الدين تعليما قاصرا ولم يبحثوا في هذه الموضوعات هم أيضا فعلوا الفعل نفسه، فأضاعوا على الأمة فرصة الاستفادة. إذن فنحن محتاجون إلى توسيع هذه الأحكام الشرعية، إلى البحث عنها، إلى النبش عنها، وإلى تقديمها من جديد على أساس أنها من الشريعة. أي إذا تحدث المتحدث مثلا بالنسبة إلينا في مناسبات، ليس ضروري أن يتحدث دائما عن الصيام والصلاة، إذا فهم الناس المغزى العام للصيام والصلاة فيتجاوز ذلك إلى الحديث في أشياء أخرى. فيمكن أن يكون حديث الناس في الدروس وفي المساجد وفي الخطب عن هذه الأشياء، حتى لا يكون المسلم منعزلا. إذا كان هناك مشروع خير في المسلم أو الناس بأن يكون فيه، ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك إذا كان هو نفسه منخرط في هذه الرؤية السلبية، وهي أن الإسلام ليس له علاقة بالحياة، وإنما علاقته هو يمثل العلاقة بين الإنسان وبين الخالق في صلاة وصيام. لا، الإسلام أوسع من ذلك، والتحجير عليه إضاعة لهذه الفرصة. الآن أقول بأن الإسلام لما بين قيمة وجود النبات في حياة الإنسان، وقلت إن هذا النبات يرشد الإنسان إلى الخالق، فيما ذكرت لكم من قصة النبات الذي أودع الله فيه النار الطاقة، وبين الله تعالى أنه هو الذي جعل من الشجر الخضر أي الذي فيه ماء جعل فيه نارا وطاقة كما بينته، وأن هذا النبات يسبح لله تعالى ويعيد ويسجد كما يسجد الإنسان، والنجم والشجر يسجدان. وبينت أن هذا النبات يضمن الإنسان أن يوفر الإنسان طعامه، فهذا الطعام الذي يعيش في الإنسان ويعيش منه الحيوان هو من 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 فضل الله تعالى الذي أودعه الله تعالى في نبات. النبات الحبوب إذا شحت الأمطار، ما لم تكن موجود قرض ونقصت الحبوب، معنى الناس يعيشون أزمة غذائية. والمجاعة ما هي المجاعة؟ هي عدم وجود نبات. مجاعات التي مرت بها البشرية، تعرفون البشرية مرت بمجاعات كبيرة جدا، ومعروف تاريخ المجاعات في سنوات كثيرة. يتحدث غالبا عن زمن أن سبب سقوط الدولة الموحدية، مثلا سقوط الدولة الموحدية، ويقال إن سببها هو وقوع بعض المعارك في الأندلس، ولكن ليس هذا فقط. السبب الوجيه هو أن هنالك جفافا وأن هنالك مجاعة. هذه المجاعة حينما توجد تكون هي السبب في كثير مرات في إحداث الاضطرابات والقلاقل،
وبعض مرات الدولة لا تكون قادرة على أن تحمي نفسها فضلا أن تحفي الأرض، وبالتالي ينفرط حبل هذه الدولة ويتضعف ويأتي أناس ينازعونها السلطة، وما هذا ما يسميه أو ما كانوا يسمونه بأرض سيبا، كانت الأرض أو كما أشار إلى ذلك وبحث حاول بعد، أي هناك أراضي محكومة تسمى أراضي المخزن وأراضي أخرى هي أراضي سيبا، وكتب فيها بعض الذين تقدموا الاستعمار وبيّنوا في المغرب. شارل دو فوكو كان يتحدث عن أراضي سيبا أي التي ليست محكومة في مقابل أراضي المخزن، وكان يصف الأماكن. طبعا أراضي سيبا كان كأنه يقول للاستعمار هذه أراضي يمكنك احتلالها بسهولة لا يحكمها أحد، ليس فيها سلطة حاكمة. مهم في كل الأحوال سبب المجاعة كان هو الذي يؤدي إلى سقوط الدول تماما، وهذا الذي أدى بالعلماء والباحثين إلى أن يبحثوا عن سنوات الجفاف كيف، وكانوا بعضهم يقول بأن هنالك في كل 10 سنوات تأتي سنة أو مدة من الجفاف ثم تزول، أي كانوا يبحثون في لحاء الشجر، أي يأخذون الشجر الضخم القديم فيجدون أن بعض فيه كل سنة تضاف طبقة، في بعض السنوات يكون هناك طبقات كبيرة وفي سنوات أخرى تكون طبقة هزيلة، سببها أن الجفاف كان موجودا، وكأن 10 طبقات مثلا سمينة تأتي بعدها طبقات أخرى هزيلة، فكان هذا ربما يظن بها يظن. على كل حال الجفاف يؤدي إلى أشياء كارثية في مصر قديمة، في مصر القديمة كان الجفاف يصل بالناس إلى أنهم كانوا يأكلون المواشي، يأكل الحيوانات والقطط، ما كان أحد شيء يبقى، كل شيء كان يؤكل، بل إن الناس في عصور لاحقة كانوا يأكلون أبنائهم، يطبخون أبنائهم الصغار، كان يطول المجاعات. وفي مصر حينما كان تأتي سنة فيها الخصب ويصعد النهر، لأنهم كانوا يعيشون من على نهر النيل، إذا هو فاض فإنه يحدث الخصبة، وإذا جاء ذلك سنة الخصبة وجدوا الخبزة كانوا يقدرون ذلك الخبز، وهذا الذي دفعهم بهم إلى أن يتخذوه معبودا، كانوا يأخذون قطع الخبز مثل الخبزة لكثرة احتياجهم لها، وأنهم يرون أن الحياة متوقفة، وكانوا يسجدون لها من دون الله. بل وقي عند بعض المسلمين شيء يشبه هذا أو قريب منه، وهو أنهم كانوا إذا وجدوا قطعة من الخبز يقبلونها ويضعونها في مكان، لأن الخبز هذا إذا كل هذا من النبات، على كل نعود به إلى النبات. إذن هذه المزايا، ثم ذكرت لكم أن النبات جعله الله جمالا ودعانا إلى أن ننظر إلى الجمال في النبات، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، هذا سبق الحديث عن كله. لهذا كله تأسيسنا على هذا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان القرآن يدعو إلى الإكثار من النبات، أي الأمة الإسلامية من شريعتها، هذا مش اختيار، أن تكثر من النبات. إذا لم تفهم أنت الإسلام خصك تعمل هذا الشيء، لما تفهمه ماشي تقول لي تبقى تشوف غير شي حويجات خفاف وتبقى تصدع فيهم الناس، لا، هذا هو توجيه قوي أنك يجب عليك أن تلتزم بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يغرس غرسا فيؤكل منه إلا كان له به صدقة. ما من مسلم يغرس غرسا فما أكل منه كان له به صدقة، كل ما يؤكل من ذلك. إذن كم تكون صدقة الفلاح؟ إذا هو غرس مثلا ضيعة هكتارات وأنبتت نباتا القمح أو الشعير أو شيء من هذا القبيل، فيأكل الناس منه يتغذون عليه، كل ما أكل منه له به صدقة، سواء أكل أعطاه مجانا أو باعه بثمن، ولو أنه يبيعه الفلاح ليس مطلوب منه أن يتصدق دائما بكل ما يملك، المهم أنه وفر طعام، أنه حمى الناس. شوف الفلسفة التي لا يفهمها كثير من الناس، هناك رؤية وموقف شرعي غريب جدا غريب جدا. الشرع يقول إن الأمن في الناس يتوقف على وجود الطعام، إذا انعدم الطعام بدأ
إخلال بالأمن. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من احتكر فهو خاطئ، من احتكر على الناس مسلمين الطعام فهو خاطئ، مش مخطئ، خاطئ، من خاطئ من ارتكب خطيئة أي معصية. هذه الأطعمة التي تقوم عليها حياة الناس، القمح والزيت والبر وما إلى ذلك من الأطعمة التي يعيش الناس بها، إذا كان بعض الناس اتفقوا من التجار على أن يحتكروها، يشتروها ويحتكروها ثم يتصرفوا في الثمن كما يشاءون فيما بعد، فإنهم يعرضون الناس إلى المجاعة. يجوز لهم أن يطلبوا الربح، ولكن لا يجوز لهم أن يقتلوا الناس. فأنت حينما تمنع الناس حقهم في الحياة فتصير مجرما لا تاجرا. ولذلك هذا الاحتكار كما يذكر الفقه هو احتكار في الأطعمة أو في الضروريات التي تقوم بها الحياة. حتى البترول الآن إذا أخذ أصحاب البترول مثلا منعوا أو كانت لهم مثلا كميات ومنعوها ليحدثوا للناس اضطرابا، الإسلام لا يقر هذا لأن هذا يؤدي إلى الفوضى. والشريعة الإسلامية لها أحكام تنسجم مع هذا. فمن هذه الأحكام أنه لا يجوز، هذه الأحكام ما يعرفوش التجار ولا يسولوا عليها ولا الفقهاء يقولوها له. احنا دائما ندور في 3 ولا 4 متر، ندور غير في 4 متر، دائرة صغيرة جدا. لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه عند جميع العلماء المسلمين. يقول معنى أنك إذا اشتريت طعاما وقبضته، أنت اشتريت شاحنة من الطعام من الدقيق أو من جبته من المطحنة ولا من الدار البيضاء ولا من جبته، ها، ولا من الزيت جبته، وأنت تاجر في المتاجر الكبرى، أنت جبت الشاحنة مثلا من الدار البيضاء أو جبتها من الخارج السفينة ولا، فتأتيك الناس يقول لك واحد هذيك الشاحنة اللي راك جبتها ديال فيها شحال من طن ديال كذا، نعطيك فيها الربح هاك وبالك خرج من تماك. هتقول انا جاب لي الله انني ربي ما طلع ما نهبط، ولا شحال انا شريتها ب 100، اعطيني 120 ودي بالك علي، باعها ب 120. اذا هذا اللي غادي يبيعها ب 100 بعد اللي شرا ب 120 غادي يبيعها ب 100، خصو يبيعها ب 140. اذن هو وقعت المضاربه. ثم الامر الاخر هو ان الناس الذي قال به الفقهاء كانوا اقتصاديين، اللي يقول لك ما يقول لك الاسلام ما فيهش اقتصاد، قلت له اللي ما فيكش المخ ماشي الاسلام ما عندوش اقتصاد، اهدر معنا واش هذا ماشي اقتصاد؟ اي نقص الوسيطه ماشي جزء من العمل الاقتصادي؟ هذا اقتصاد هذا، ولكن خصو ما يكونش الاسلام وصافي، كيولي الاسلام ما يبقاش اقتصاد. اذا لما يمر الناس بالاسواق ويبحث الناس، بعض المرات الناس بعض الناس وبعض اصحاب المهن يدخلون الاسواق لا ما عندهم ما يشوفوا ما يشريوش ما عندهم ما يشريو، لكن يريدون معرفه اخبار السوق كما يسمى. يدخلوا السوق ويشوفوا شحال دير الغنم، شحال دير كذا، شحال دير الزيت، شحال دار الزيتون هذا العام، شحال دار كذا، غير يديو هذه المعلومات تجيو خارجين. هؤلاء ينشرون الاطمئنان، يمشيو يقول لك انا داير السوق كل شيء الحمد لله مزيان وكل شيء رخيص وكل شيء كذا. اما اذا خرج الانسان يقول لهم شي ناس لا وجود ما كان لا دقيق هذا الله يستر، ما كان لا هذا ما كان لا كذا، فالناس ينتابهم الخوف، يقولوا رحنا مقبلون على مجاعه. ويقول شي واحد لولده سير كنا نشريو مثلا كيس ديال الدقيق، روح عند فلان الى عنده 10 قول له يعطيهم لك، ولا قول له شوف انت الا جبرت روح حتى الجهه الاخرى جيب 10. معناه حتى اذا كان شي حاله، معناه اللي يجي غادي من بعد ما يجبر حتى شي حاله، وتبدا الاضطرابات ويبدا الفتن. هذا الخوف. لذلك الاسلام قرر المبدا الامن الغذائي. هذا هو الامن الغذائي، عنده احكام شرعيه، احكام شرعيه. فلذلك لا يجوز لك ان تبيع طعام غير من السماء للسماء، يجب ان تستقبضه ويراه الناس وهو ينزل في الدكان او في ثم تبيعه بعد ذلك ويبقى. لذلك هذه قضيه خطيره جدا لما تنبهولهاش الناس. والذين يريدون في بعض المرات ارباك السوق، المعلمين كاين شي معلمين يدخلوا في هذه المسائل ليحدثوا به فتنه. بعض التجار ما عنده فهم، ياخذ شي حاجه ينقصها، او قالوا سي هذا العام العدس ما كاينش، وبقاو الناس يهضروا غير يهضروا على العدس راه ما كاينش العدس، ما ولا هذا العام ما كناش العدس الله يسامح، قعدنا ناكلوا خطره اخرى
لا الأدلة هذه خطير، لأنه يشير بأن شيء أن السنة الماضية لم يكن هناك مطر وكان جفاف وكان العدس ما مشاش. مرة سابقة أزمة البصل، أنا كنت تسمعون البصل ما كاش، هي غير أشياء تأتي وتذهب، البصل ما كاش البصل، حتى بدأوا الناس يرميوا البصل في الزنقة ما مجروش اللي يأخذوا. هناك من يلعب بهذه الأسعار ويلعب بقوة الناس ويلعب بأمن الناس. هذا اللي حنا الكلام اللي حنا نتكلموه ماشي كلام ديال شي واحد من الاقتصادي الاوروبي، هذا كلام ديال الفقهاء، راه الفقه فيه هذا الشيء كله. اذا هذه اشياء ذكرها القران، وذكر بان هذا الغرس او الزرع اذا باشره الانسان وتقرب به الى الله فينوي ان كل ما يؤكل منه له به صدقه، سواء اكل مجانا او بيعا يمكن يبيع. المهم يجب ان، ولذلك شوف واحد القضيه مهمه جدا، وهذا الفرق بين من يقرا ومن لا يدرس من اللي ما يدرسش. اللي يجلس يدرس عند اللي غادي يفهمه، واللي بقى يفهم غير بوحده في القهوه وقاعد، ولا يمشي غير مع الجماعه ديالو، وشي جماعه ديال كلشي علماء، هكا زاد علماء خلقهم ربي علماء، غير بوحدهم يولي علماء، يطولوا يكبروا يطولوا في العمر ديالهم في التالي يولي علماء بلا علم. يقول بعض العلماء إن كثيرا من التجار مغبونون، كثير من التجار مغبونون. ما أنا مغبونون؟ الغبن أي لا يحصلون أو يفوتون على أنفسهم ربحا. شنو هذا الربح؟ هو أنهم لا ينوون بما يفعلون به القرب إلى الله تعالى. أنت فلاح، أنت تاجر، فيجب عليك أن تقول أنا فلاح أنا تاجر، ولكن أنوي أنني سوف أنال هذا الأجر، وهو أن ما من شخص يأكل من هذا إلا وكان لي به صدق. بعض الفلاحين الذين كانوا في البوادي يجلسون مع الناس مع العلماء، شي يقولوا هما أنفسهم كذا كذا، واللي كلا شي حاجة في سبيل الله، كان يقولوا اللي كلا شي حاجة في سبيل الله، معنى هذا كان يستحضر هذا الحديث، أي يعرف انه سوف يحمي بستانه وكذا، وقال لك لا شي حاجه الله يهنيه. بل بعض الناس كان عندهم عرف، ان بعض الجهات كان عندهم عرف ان الانسان يدخل البستان وياكل ولكن ما يديش، تقول ولكن ما تديليش، ما تجيب لي السله وتدي له ولا الصندوق وتبقى تعمر، كل الله يهنيك، كان معروف هذا المسألة. هذا كان عرفا. اذا هذا كله من هذا الحديث، اي ان الانسان اذا هو نوى أنه بهذا العمل ينال هذا الأجر ويحصل هذا الأجر، فإنه ينال أجرا كبيرا، ولذلك الفلاح يكون له أجر عظيم جدا إذا استحضر هذا المعنى، ولكن إذا نسيه ولم يستحضره فهو مغبون، معناه أنه فوت على نفسه هذا الفضل، معناه ما كانش اللي علمه وبقى يدير فلاحه بحاله بحال الناس، تلاقيك تفلح انت والمسلمين وغير المسلمين، ولكن الفرق انك انت تنوي الاجر فتناله، ولا الاخر ينوي الدنيا او الحصول على المكسب المالي فيناله او لا يناله، ولكن انت اصلا تناله لما تمشي تقول هذا الاصل. لما تكون الفطره الشرعيه كاين لما يبعدوا الناس على الشريعه تدخل تقاليد، تدخل اعراف، شيء خبيثة جدا. الفلاح شنو يولي؟ ما بقاش هذا التوجيه السامي، يفكر فاش كيفاش نبدل الحجرة ديال الحدود، بات هنا صباح عليه واحد قول لي واحد السيد واحد عرفوا شي واحد قال الحمد لله هذاك السيد السنة ما مقصرش منها، داير الحمد لله كاع ليه وكذا وكذا ويهضر غير بالدين، ولكن خدمته هو يبدل الحدود، دائما ينقز، دائما السجنان ديالو يتوسع، الناس عرفوه باللي مؤمن الحمد لله وحافظ على النوافل وكذا، ولكن يحافظ ايضا على البساتين، دائما يخون العباد الله، دائما. هذا لان هذا الدين لم يدخل في قراراته نفسه، دين سطحي، دين هو عباره عن واحد القشره. يجي ناس اخرون لا يستحضرون هذا، بعض التقاليد يقع فيها شيء عجيب. لما يجي بعضهم يبداوا يبغوا يفلحوا، يرون ان هذه الفداحه
لتنجح ولتكون كذا. من عادتهم هاد الناس انهم يمشيوا لواحد واحد الاندر نادر نقول احنا فيسرقون منه شيئا من القمح ولا التبن كاينه ياك يشريوه يخونوه، ولما يشريو ولا يخونوه يبداو به باش تكون البركه ديال السرقه. شو الفرق فين كنا وفين ولينا؟ انك تنوي ان الجهل يفعل بالناس هذه الاشياء. هذه موجوده عند بعض الناس وبعض يعرفها بعض الناس، لست ادري ان كانت بقيه وتركت، لكن هذا من 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 من, من بقايا البعد عن الشريعه الاسلاميه. نحن الان نعمر الارض ونطعم الناس. اذا عجز انسان ان يجد طعامه فليجده عندنا في بستان ياكل ويذهب. قد لا يجد الانسان، قد لا يكون الانسان قدره ليذهب الى السوق، فاذا ذهب واكل من التين مثلا من شجره التين ما يجيش الاخر يقول له ود لم تماك، يقول له كل ما تديش. هذه صدقه مفتوحه، لانه ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له به صدقه، وما اكل السبع له به صدقه، وما اكل الطير له به صدقه، ها؟ وما رزق ولا يرزقه احد الا كان له صدقه. إذن اذا اكل منه اكل منه عموما، اذا اكل السبع اي الحيوانات التي تكون في مكان تاكل من هذا النبات له به صدقه، وكذلك اذا اكل منه الطير، والطير طبعا تعرفون انه ياكل من هذه باش يعيش، من هذه الاشياء الموجوده في الطبيعه من الحبوب من ثمار من الاشجار له به صدقه. وهناك حيوانات طيور تعيش تسافر، طائر او الحيوان او الطائر زرزور باش يعيش، الزيتون خدمته هي هذيك. وكان بعضهم يتحدثون عن زرازر ابن خلدون، هذه من الاشياء التي كذب ابن خلدون، زرازر روما، زرازر روما، وقالوا ان هذه الزرازير تاخذ الزيتون من كل الاماكن ثم تضبط ثم يعصر ما فيها فتدخل. فقال ابن خلدون هذا كلام باطل وكلام لا يقبله العقل. اذا هذه زروع يؤكل منها وياكل منها الطير والحيوان، وما سرق منها اي وما يسرق حتى ما يسرق، وما يرزقه احد اي يسبب له احد ضياعا ورزقا، شعل فيها العافيه ولا كذا، ما كل ذلك له به. اذا فهو كثير الصدقات، لذلك الفلاح اذا نوى هذا فهو من اكبر المتصدقين، من اكبر المتصدقين. هذه واحده. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها حتى تقوم فليغرسها. إذن صوروا هذا الدفع النبوي، أن شخصا ما يكون يعلم أن الساعة ستقوم وهو متأكد من أن ستقوم، وفي يده شتلة وفسيلة تغرس، فإذا استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها. طبعا هذا في أحاديث فيه أشياء كثيرة. الفسيلة كم تحتاج من الوقت؟ وقت كبير. هو الآن ينتظر الساعة، للساعة ربما تقوم بعد دقائق، بعد ساعة، بنصف ساعة. إذن الفسيلة في ذاتها تحتاج ربما إلى سنتين وسنتين على حساب الشجرة. إذا كانت هذه الشجرة مما لا ينبت ولا يطعم إلا بعد خمس سنوات، راه خسر خمس سنوات، لا ومع ذلك يقول فليغرسها. هذه واحدة. ثم إن هذا الإنسان الذي يغرس لا يربط الغرس بحياته هو. هو يعرف بأن راه ماشي، راه غادي يمشي. فليغرسها معناه إذا كان الشخص كبيرا في السن، تسولوا الآن لا انا السي محمد عندك بستان، نعم غرسوا. لا من غرسوا، انا غادي غرسوا، انا كبير وصافي انا مروح، انا غادي نمشي. روح تروح غرسوا، روح ما غاديش نشدوك. اذا غرستو مشيت لك اجر. لاحظتوا هذه القضيه؟ اذا كان الانسان مثلا له ارض
واكتشف أن فيه مرضا عضالا، عنده أرض ودار الفحص قال له فيه سرطان والعياذ بالله، وغادي صعب هذا السرطان ولا منتشر، اش غادي يقول؟ يقول لك انا ما فيا ما كذا، ولا تيجيو الاخرين ويغرسوا. لا انت تغرس، انت ميؤوس من انت يأس من حياتك. اذا كنت انت في بلد معين وانت مقيم هناك لمده محدوده، انت موظف في قريه اخرى، تعرف انك سترحل، انت تطلب الرحيل وتطلب الانتقال، يمكن تنتقل هذا العام، يمكن تنتقل، اش يقول لك؟ تقول تصور هذا، تقول له سي انت موظف في القريه الفلانيه، استطعت تغرس؟ لا سي شنو نغرس انا، غدا نمشي ولا بعد غدا فين؟ لمن نغرس انا؟ لا غرسه، بمعنى ان الغرس في حد ذاته صدقه، ليس مشترطا فيه ان تستفيد انت، فانت تغرس لان الغرس في حد ذاته صدقه، فانت بمجرد ان تغرس تكون قد نلت الثواب، سواء أدركت أو لم تدرك فالثواب قد حصل. وهذا الفرق كبير بين الرؤية، هذا الشيء الذي يوجه إلى الشرع، وما يعتقده الناس. الناس يربطون دائما بحياتهم بإمكانية الاستفادة، هل سأستفيد أم لا أستفيد، هل أنا مقيم أو مسافر، هل أنا صحيح أو مريض، وهكذا. وفي تطبيق هذا، في تطبيق هذا الأمر وفهم هذا، كان عمر بن الخطاب قد دعا خزيمة بن ثابت، خزيمة بن ثابت، وكان رجلا طاعنا في السن، قال له عمر: ما منعك أن تغرس أرضك؟ ما منعك أن تغرس أرضك؟ قال: أنا رجل كبير، أموت اليوم أو غدا، ما غاش نطول اليوم ولا غدا نمشي، فلذلك لا أفكر في غرس الأرض. فقال له عمر، هذا العبقري ديال الإسلام: عزمت عليك لتغرسنها، عزمت عليك أي أكدت عليك لتغرسنها. ثم أعانه عمر على الغرس، معنى هذا الإصلاح الزراعي دخل في عمر. قل هذا ليس مرتبط بالسن، لأننا لا نتحدث عن شخص، نحن نتحدث عن أمة. إذا لم تستفيد أنت لأنك كبير، فستستفيد الأمة، وستترك وراءك عمارا، لن تترك الفراغ والخراب، وسيأتي أناس آخرون ليستفيدوا، قد يكون هم الأولاد، قد تكون هو الأمة الإسلامية. ونحن بالتأكيد جميع ما نأكل منه لسنا من زرعه، أي هذا الذي نأكل الآن، نحن من الأقوات والثمار التي تأتينا الآن من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب في الحافلة الشاحنات وكذا، من أين تأتينا؟ تأتينا من فعل أناس زرعوها، وربما هم الآن في الآخرة. ما نأكله الآن هل هو ما تسببنا نحن في وجود؟ أبدا. الناس الذين تقدمون ربما بسنوات طويلة ماتوا وهم في الآخرة، ونحن بفعلهم ذلك نستفيد. أما إذا كان الإنسان لا يفكر إلا في نفسه وفي لحظته، فيصير العالم عالما فقيرا. كاين أشجار اللي موجودة من الزيتين، وخصوصا في الجنوب في البحر الأبيض المتوسط، خصوصا في إيطاليا، كاين الزيتين لها مئات السنوات وهي تعطي، والناس يعتنون بها ويعيشون من ورائها. الحياة هكذا مستمرة، ليست متوقفة على حياة شخص واحد، مثل ما يقع لنا في الكتابة. أنت تكتب، لمن تكتب؟ هؤلاء لم يقرأوا، ما يقرأوا في الله، سيأتي آخرون يقرؤون. نحن الآن نقرأ ما كتبه سيبويه، وكان صغير مات صغير السن وأفادنا الله به، وما كتبه البخاري لمن كتبوا؟ كتبوا للعصرهم، كتبوا للأمة، ما دام في المسلمين مسلم إلا وسيحتاج البخاري ومسلم، وسيحتاج كتب الفقه، وسيحتاج، إذن دائما المسلم له نظرة استشرافية بعيدة. من الأشياء التي نفذها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق، ما كان له مع سلمان الفارسي. سلمان الفارسي صحابي، كان من الفرس وأخذ، وعلى كل حال وأسر وبيع،
واشتراه رجل طبعا من غير المسلمين وكان عبدا لديه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجده عبدا سلمان، لقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، منا وفارسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تجد لنفسك حلا، فدعاه إلى المكاتبة. والمكاتبة هي أسلوب من أساليب تحرير الإنسان. الإسلام كان وجد واقعا فيه عبيد، وهذا الواقع لا يمكن أن يغيره الإسلام فقط، لأن هؤلاء كانوا يمثلون بالنسبة للبعض ثروة. يقول لك هذا العبد ديالي أنا شريته وشريع لي، ولا فكان الإسلام له التدابير في تحرير هؤلاء. الذي يفطر في رمضان يحرر رقبة، يعتق رقبة. الذي مثلا خصوصا في الجماع، الذي يقتل نفس رقبة، كل كفارات تجد رقبة رقبة، بأن الإسلام له طريقة في النقص من الرقبة، وطريقة أيضا أن يمنع استرقاق الناس. لا يجوز لإنسان أن بحال الناس يديروا، يأخذ ورجل باع حرا فأكل ثمنه، هذا من الأشياء من المعاصي، أن الناس يهجمون ويبيعوا الأحرار ويأكلون ثمنه، مثل ما كان الأوروبيون الأمريكيون يفعلون في إفريقيا. كان الأمريكيون يأتون بسفنهم وكانت لهم قوة، وكان لهم سفن ترسو في السنغال، في أماكن موجودة الآن، فيهجمون على القرى الإفريقية ويأسرون الناس، خرجوا من بيوتهم يديهم ولادهم ويكونوا خدامين في كذا، ويجمعونهم ويحشرونهم في جزيرة معروفة الآن، في السنغال جزيرة معروفة الآن جزيرة، ويجمعهم تماك. ثم تأتي السفن وما ما شروهم ولا سرقوهم. أكثرهم هؤلاء الذين يوجدون الآن في أمريكا من السود، هذا ما شروهم شيء، لا كانوا أخذوهم واستعملوهم في الفلاحة وبقوا هنالك حتى بدأت حركة تحرير تحرير العبيد في أمريكا. وكان من يدعو إبراهام لنكون كان يدعو إلى تحرير، وقتل إبراهام لنكون، ما كانش فرحانين به الناس غير الناس. الآن بقي هذا أثر في أن في شيء من هذا في الشوارع ديالهم، أنهم لا زالوا يقتلون بعض السود في الشوارع، مسألة معروفة هذه. الفقهاء في المغرب، فقهاء المالكية في المغرب، كان لهم حكم غريب. كانوا يلاحظون أن بعض القرى بعض القبائل يغزو بعضها بعضا، ما تكون قرية قبيلة فيها قوة تهجم على قبيلة أخرى وتأخذ من مالها وتأخذ من مواشيها والإبل لغير ذلك. وكان الرجل منهم أو كان الناس يأخذون النساء، ماشي نساء حرائر، كنا في بيوتهم كل مرة طيب تكون مرة قاعدة في بيتها يسرقوها يديوها. شوفوا برك وتشوفوا هذا الشيء في بعض التصوير هذا في الأفلام، المرة تكون قاعدة يديوها يدخلوا عليها يجريوا وهي تغوت وهي كذا ويديوها مشات، فتؤخذ إلى مكان آخر على أساس أنها صارت أسيرة وصارت جارية. الفقه الإسلامي قال الفقه المالكي هذه ما كانش في جهة أخرى إلا في المغرب، هذا الفقه ما كانش في جهة أخرى إلا في المغرب، قالوا إن هذه المرأة التي يأخذها الرجل بهذه الطريقة لا شك أنه يأخذها ليتزوجها، إذا تكون جميلة فيعتبرها إما زوجة ولا أما. قال الفقه لا يجوز وهي محرمة عليه تحريما مؤبدا. يقول للناس المحرمات في القرآن معروفة، المحرمات في الشريعة معروفة، كاين تحريم مؤقت وتحريم مؤبد. تحريم مؤقت راه باين بحال الأم ديال الإنسان والأخت ديالو والبنت ديالو، والمؤقت كذلك الجمع بين الأختين، ما دامت عندك هذه التي تتجوز بأختها ولا بعمتها ولا بخالتها، باب معروف في الفقه، المحرمات معروفات. لكن يقول لهم بعض الناس اللي يبغوا من أين جئتم بهذا الحكم أن المرأة حرام؟ هذا زيادة في النص، هذا زيادة، هذا تقولون شيء ليس في القرآن. قل لا،
هذا أخذنا فيه بمبدأ المصلحة. لماذا يهجم شخص على امرأة حرة ويأخذها إلا ليتزوجها؟ إذا فنقطع عليه هذا الباب. إلى غد يدى شي واحد شي امرأة غتبقى له في راسه، لأن لا يجوز. سيقول له الفقه إن زواجك بها حرام، وإن من سيولد لك منه ليس ولدا شرعيا، فكأنهم شابحت على مشكلة جبل ضرب. عرفتوا؟ هذا مما قيل به ومما جرى به العمل في المذهب المالكي في الغرب الإسلامي في المغرب. قصد الفقهاء هو قطع هذا الطريق حتى لا يتم استرقاق الناس، أي حتى لا يبقى استرقاق البشر خصوصا النساء. وهذا طبعا الآن مازال تعرفون بأن المشكلة ما زالت موجودة الآن، وهناك استرقاق وهناك بيع قد يقع في بعض الدول وخصوصا في حالة الأزمات، وهناك من بعض الدول تتدخل في حالة الزلازل وتتظاهر بأنها تقدم مساعدات وتأخذ الأطفال تأخذهم إلى بلاد أخرى، وقد تأخذ الأطفال المتخلى عنهم. هذا نوع من الاسترقاق. تقول لا غادي نديوه لبلادنا وغادي نديروا له، ما تديه من بلادك، ما تديه، خليه في دارو، خليه يبغى يموت يموت بالجوع، ولكن يموت عند باه ويموت عند امه. ما تاخذ انت لانك ستعتني به وتدرسه وكذا وتحسن مستواه. الحريه اغلى من كل ذلك. الحريه الفقه الاسلامي ايش يقول؟ شوف، يقول الفقهاء ان من وجد في طريق، مثلا هذا طفل وجد مطروحا، لسنا ندري من وجناه في محله، فاختصف فيه مسلم وكافر، زوج كل واحد يقول ديالي، لكن الكافر كان يقول للناس هذا ولدي، والمسلم قال لا هذا عبدي، اختصموا لكن ماشي بدرجة واحدة. الكافر قال هذا ولدي، يا لي ولدي أعطوني، والمسلم لا يقول لا، يقول هذا عبد لي عبدي. يقول الفقهاء إنه يعطى للكافر لأنه قال ولدي، ولأن خروجه من الكفر إلى الإيمان أسهل من خروج هذا الولد من العبودية إلى الحرية. شتو إيش نقول لكم اللي تكلموا الآن على الإسلام؟ راه ما عندهم شي خبر عليه كاع نهائيا. قلنا لهم قراو، قال لكم ما نقراوش. بلعوا البيبان في الأول، قالوا الإسلام ما فيهش، الإسلام ما عندوش الإسلام، وكي ساليو نحنا ويبداو يفتيونا. منين دخلتوا لهذا الإسلام؟ قلتوا ما فيه شيء من الأول، ما فيه شيء، وما تقراوش شيء، وما عندكم شيء، والكتب الصفراء والكتب الخضراء والكتب الحمراء، ولكن كي نساليو ما يقال فيه فظاعات. كأنهم أو الذين يتحدثون في خلاف هذا في الحقيقة يحتقرون العقول، يحتقرون عقول الناس. نشوف شي ناس يتكلموا الإسلام تاريخه مزور كله، ثم الإسلام ليس فيه دولة إسلامية، كاينش، سبحان الله، اكتشف كل شيء ضربة واحدة. ثم المسلمون ليس عندهم كتاب في الفقه السياسي إلا 25. شكون هذا اللي يقول هذا الشيء وتجي جريدة وتنشر؟ هذا تافه وعقله منفرط، لأنه يقول كلاما ليس معقول على الأقل من الناحية المنهجية. إذا قلت لي بأن المسلمين عندهم 25 كتاب في الفقه السياسي وكلها كتب توالي السلطان، مزيان، قل لي بالله كيف انتهيت، بالله عليك كيف انتهيت إلى هذه النتيجة؟ النتيجة التي هي استقراء، أي النتائج التي تبدأ بالاستقراء، معنى أنك تكون قرأت المكتبة الإسلامية وبحثت فيها كتاب في كتبها، وشت الكتب اللي عندنا في المغرب واللي كاينة في 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 الخزانات الكبرى، كاين اللي في توب كابي في اسطنبول، وشت الكتب الأخرى اللي كاينة الآن في في في, في مثلا في اسبانيا في الاسكوريال، وشت الكتب اللي كاينه الان في الخليج وهي كثيره جدا، وشت الكتب اللي عندنا في الازهر، وشت الكتب اللي عندنا في الخزانات الخاصه اللي عندنا في المغرب، وزرت الزاويه الحمزيه، وزرت الزاويه ديال تامكروت، وزرت
واش راك تهضر انت بعقلك ولا ما عندكش العقل؟ واش اللي ماشي انت اللي ما عندكش العقل، اللي يسمع لك ما عندوش العقل. هل تستطيع يستطيع شخص ان يمسح تاريخ امه بحكم واحد؟ هل هذا منهج نسمي صاحبه اكاديمي؟ هل نسمي صاحبه اكاديمي؟ غريب جدا. والناس يعجبهم، اي اكتشفنا هذا السيد، قالنا كونوا بعقلكم، اذا اردت ان تقول شيئا تريد ان تروج للنظريه فلا تعتمد على هذا الاسلوب، لان هذا الاسلوب هذا التخلف، هذا يرجع العقول ديال الناس الى الوراء. والا فهذا يحتاج الى متخصص كثير. لما نقول لكم مسحوا لنا المكتبه، الله يجازيكم بخير، شنو المكتبه الاسلاميه سهله؟ فهارس، بعض المرات فهارس الكتب، فهارس عناوين الكتب في الموجوده الان، في مثلا في التي كتبها مكتبه اللي كتب غير فؤاد سيسجين، وما عرفش فؤاد سيسجين بالتاكيد غير يهضر، مكتبه خاصه فؤاد سيسجين، مكتبته خاصه الان كاينه في المانيا وكاينه في في, في 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 اكاديميه المملكه المغربيه، كتب كلها بعنا تصرف فيها. اما ما كتبه غير ذلك من جاء ممن تم قبل ذلك بروك المان والذين كتب، هذا شيء لا يستطيعه انسان واحد كيفما كان شأنه. لجان ما تستطعش تقول هذا الكلام، ويقول لك واكتشف لك 25 صافي. اصعب الاشياء ان تقول بالنفي ما كاينش. في الاثبات يمكن تقول 3 4 5، قل انا رايت 25 كتابا وهو ما راها اساسا. لم يره. هناك باحث، غادي نخلي لكم باش انتم تشوفوا فيه، تخصص في هذا الموضوع، اي في مصادر الفقه السياسي في 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 الاسلام. هذا الباحث هو مازال موجود، سميته نصر عارف، بحثوا عليه، اذا راكم تمشوا تدخلوا للمواقع بحثوا على نصر عارف، و انظروا الى كتاب او اطلبوا كتابه، ربما توجدوه في المواقع. انا كان عندي الكتاب لست ادري الان فين، ولكن موجود. مصادر فقه سياسي في 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 في, في الاسلام. وهذا يتحدث بلغه من تقصى، وهو يقول بان عدد الكتب التي طلع عليها ليس بهذا العدد كبير جدا، وان ما عرف منها ما وظف من هذه الكتب لا يتجاوز 10%. يتحدث عن عدد كبير عرآه مما هو مخطوط. هل تستطيع ان تقول لي بانك قرات بعض الكتب احنا نعتبرها عاديه مما يمكن ان نعتبره كتبا في الفقه السياسي، مما كتبه الجويني مثلا؟ جويني له كتاب، كتبوا هذا الكتاب باش تشوفوا، باش تقدروا تقراوا، سميتو غياث الامم في التياث الظلام، وهو كتاب في الفقه. انا اعرف بان هذا لم يعرف هذا الكتاب ولم يقراه، ولو صرت لكم كتبا اخرى مما كتبه الاندلسيون سترون ان الشيء هذا السيد هذا خارج عن السياق، هذا يهدر وصافي، لا يعنيه ما يقول، هذا يجازف بقيمته العلمية، هذا يريد أن يضحك الناس عليه. العلم له حرمة، سواء تقدمنا في الإسلام ولا في غير الإسلام، لا يجوز أن نتكلم بهذا الفم العريض، لا يوجد كذا ولا توجد دولة ولا توجد كذا. إيه؟ إذن النبي ما كانش عنده دولة، ولكن كان يراسل الملوك، هل الملوك يقبلون ان يراسلهم غير من لمس على في مستواهم؟ كاد له سفراء، واش الناس الشوارع يبعثوا السفراء؟ كان له قضاة، ووجه معاذ بن جبل الى اليمن، ووجه ابا المسلمين الى اليمن، ووزع مكان في المخلاف الجنوبي والمخلاف الشمالي، معناه اعطاهم حتى الاختصاص. هذان قاضيان، وزودهما بتوجيهات بما تقضي ولا لا؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد فبسنة، قال فإن لم تجد
يقول لا، شكون هو هذا؟ ماشي قاضي؟ من الذي يبعث القاضي اذا لم يكن هو رئيس الدوله؟ شنو تهضر انت؟ شنو تتكلم؟ هذا رئيس دوله، والنبي صلى الله عليه وسلم جيش ولا ما كانش عنده جيش؟ ولا كانت عنده عصابه ولا ميليشيا؟ شنو كاين عنده؟ جيش ويعرف الميمنه منه والميسر. وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي يولي الناس الرايه، لأعطين الرجل رايه غدا لرجل يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، فيعطي الرايه، وهو الذي يقرر السلم. حينما جاءه الناس في الحديبيه هو الذي قرر، هو من وقع؟ شكون اللي وقع مع مش مع سهيل بن عمرو؟ هذا مع هذا علي سهيل بن عمرو محمد رسول الله، من وقع؟ ولا شكون؟ علاش شكون علاش يوقع؟ هو ماشي رئيس دوله، وهذا علاش يجي يوقع مع واحد؟ هذا رئيس دوله السي محمد، دوله بكل. ولذلك شوفوا الجهل وعر، والجهل الذي يغلف بالحقد اصعب. كي جهل بعد يقول ما نعرفش، واخا نعلموه. لو قرأتم كتاب تراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوي ستجدون أنه يتحدث عن دولة، من يستقبله، من كان يتولى إدخال السفراء، من كان يتولى كتابة العهود والمواثيق، أي في الكتابة، لاحظوا قرأوا تمك في الكتابة، أي الذين يكتبون كان فيهم من متخصص في كتابة القرآن، ومنهم من كان متخصص في الكتاب في الرسائل السياسية، ومنهم هذا كلهم ما كانش دول. ليش خصو يكون عنده النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده دول؟ كان عنده الخاتم، كانت عنده الآن، الناس كتبوا في 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 الراية، في الراية النبوية، وكتبوا في الفرق ما بين الراية والبيرق مثلا، البياريخ اي بحسب التصنيع. ثم والمعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت خارجة، خلص ما كانتش دولة، كانت كان هجوم ديال عصابات وصافي. عيب يقول الإنسان هذا اللي يحتقر عقول الناس، انت تختلف ما بغيت شيء كذا، وثم تقول ان ابو بكر كان خليفة لرسول الله. لا، فاش كان خليفة؟ فاش خلف النبوة؟ النبوة انتهت. اذا ما كانش هو رئيس دولة، ما كانش. ثم شوف الذين كتبوا عن بكرة ابيهم اجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم له صفات. صاحب الفروق ذكر هذا، وغير فروق، كل العلماء يقولون هذا ذكره، فعله النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه إماما أعظم، أو بوصفه مبلغا، أو بوصفه قاضيا، ثلاثة اللي يذكرها، وبعضهم أضاف تقريبا توصلها تل 12، وصلها تل 12 صفات النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم باش تعرفوا باللي هذا الكلام انا ارد عليه، لانه من الاحسن من 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 المفيد ان يعرفه الناس، حتى لا يخدعوا به. ما احنا هذا كلام لا قيمه له، سينتهي، لان لا يمثل الحقيقه، ولكن ليكون الجواب عنه جوابا علميا. اقرأوا الفقه الاسلامي، ستجدون ان الفقه الاسلامي يعتبر الدوله دائما دوله حاضره. هؤلاء الذين يغيبون هذا العنصر يريدون أن يزجوا بالأمة في الفوضى. نقول لكم لما تقرأوا في كثير من الأحكام بلا ما تشعروا، ستجدون أن الفقه يفترض وجود الإمام. فمن مثلا إذا أردنا أن كنا جماعة وأردنا أن نقدم أحدنا ليؤم بنا، من أحق الناس بالإمامة؟ تعرفون الفقهاء يدعون هذا الترتيب، من أولى الناس بالإمامة؟ الأقبال، الإمام أي الحاكم، ثم نائبه، ثم قرأهم، ثم صاحب البيت، إلى أبقى ترتيب إلى أن يكون هناك ترتيب بحسب أخر لحل المشكلة. ولكن هو ولذلك إذا كان موجودا فهو أي ما يكون موجود مثلا إمام الأعظم في مسجد ويؤم بالناس، إذا كان يستطيع أن يؤم فهو يؤم، وإذا لم يستطع فهو ينيب الغير، ولكن ما يجيش واحد آخر يقول له. وماذا يقول الناس في الجهاد؟ في الفقه، هل يستطيع الناس أن يعلنوا الجهاد؟ أبدا، حتى يعلنه. من تقول الدولة ما كايناش وما كاينش الإمام والدولة، إيوا راك حليت الباب على جهنم، على الناس جهنم.
أن تعجبك. إذن ترك تساعد الناس على أن كل واحد يعلن الجهاد في الجهة اللي راه فيها. غدا يخرج عليكم هذا، غير غدا يخرج، نبقاو نعيشوا غير في الدماء. لذلك لما قالوا أي من صلاحية الإمام إعلان الجهاد والسلم، هذا ليس مما، ثم من صلاحية الإمام أيضا إقامة الحدود. فهمت ولا ما فهمت؟ ما يمكنش يقيم الحدود كل واحد، هذا باختصاص الدولة. ماذا كان يقع لبعض الأشخاص؟ بعض الأشخاص حينما كانوا يقرأوا مزيان بحال يقعدوا غير بعضياتهم يتقرأوا، يجتمعوا ليه في واحد الدرب، واحد اللي كيقولوا هاد الناس كذا راه كثر الزنا وراه كثر الفسق، وجبرنا واحد السيد واقف مع واحد المرأة، وجبرنا واحد الراجل واقف مع راجل، ويشدوهم ويقيموا عليهم الحد. شفتوا هذا؟ ها؟ سمعتوا هذاك؟ ويضربوهم ويقيموا عليهم، شكون اللي عطاك أنت تقيم على الحد؟ هذا اعتداء. وهذا ماشي كان حتى بعض المرات حتى في شي مؤسسات ثقافية في الجامعات يديروا يجيب واحد الطالب ويديروا له محاكمة ياك، وعاد ولا كان غير طالب ولا قاضي في البلاصة، وراه مازال يخسر في السنة الأولى، بعدها يقعد الأرض ولا قاضي، ودا يقول له شنو فاش راك تهدر أنت، راك تدخلوا بلادكم في الفوضى، هذه راه فوضى عارمة راك توصلوا فيها الناس، لأنكم تريدون أن تفهموا الناس أن هذه أن الإسلام هو عبارة عن مجتمع فوضوي يفعل في كل واحد ما يشاء. لا وجود لهذا في أي مجتمع من المجتمعات المتحضرة، ما كاينش دولة من الدول تقول بهذا، مسلمة ولا غير مسلمة، أي يقولون إن الدولة تحتكر استعمال السلاح، أي تحتكر في الدولة اللي فيها هي التي تتصرف في السلاح وتستعمله. ومنين يولي الناس كل واحد ينفذ ما يشاء، يشري السلاح يبدا يضرب الناس ولا يقيم عليهم الحدود. واش راكم تعرفوا واش راكم تقولوا؟ معنى هذا الكلام اللي يقولوا هاد الناس وفرحانين به، راه هذه الفوضى بيديها ورجليها. الذين يفعلون الان يقول نمشي واحد الدوله من الدول الاوروبيه ونعلن عليها الجهاد، شكون اللي قال لك تعلن عليها الجهاد؟ ليس لك هذا، لانه اخر يمكن ان يعلن عليك الجهاد، وغادي يخرجوا في جهاد امام جهاد حتى نفني المسلمين، كما يقع الان في بعض الدول. خلوا عليكم الناس نتحاوروا ونتناقشوا ونقول هذا اخطا وهذا اصاب، ولكن دعوكم من هذه الافكار، هذه افكار قاتله، هذه من الافكار القاتله، هذه هي من الافكار القاتله. اذا دعوه الاسلام الى اعود دعوه الاسلام الى المكاتبه هي دعوه الى التحرير، لما ذكرت لكم مما أفاض فيه الفقهاء وأضاف إليه الفقه المالكي في مسعى منه إلى 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 أن إلى أن لا يجعله طريقا أو سبيلا لاستعباد الناس. هذا ما يتعلق بهذا الجانب. للإسلام كذلك أي تحدثت لكم عن طريقة المكاتبة. حينما وجد النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي في هذا الوضع دعاه إلى أن يكاتب صاحبه من كان يمتلكه، كان بحسب النظام السابق، ففاوض هذا الرجل سلمان فاوض. والمكاتبة أسلوب في التحرير، كاتبوهم إن علمتم فيهم خير. هذا لذلك يقال العبد المكاتب الذي يتفق مع صاحبه على إنجاز عمل معين فيكون حرا، هذا المكاتب. فكاتب هذا السيد، كاتب سلمان هذا الشخص، واشترط عليه أن يعطي 40 أوقية من الذهب، وأن يغرس له 300 نخلة، هذا الثمن. قالوا تغرس لنا 300 نخلة وتعطي 40 أوقية. سلمان لا يملك شيئا من هذا، ولا يستطيع ان يغرس بمفرده 300 نخلة، ولو في هذا ولذاك لطال الزمان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى أن يكتتبوا، قال اجتمعوا فاكتتبوا فجمعوا 40 أوقية في ذهبا. قالوا له هاي 40 أوقية اللي طلبتها، بقي أن تغرس، يغرس الناس. فصار الصحابة يحفرون الحفر طبعا، ويؤتى بشتلات النخيل، ولما حفروا هذه الحفر
كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى حمل هذه النخلات ووضعها في مكانها ثم يهال عليها التراب. إذن نسجل الآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة غرس 300 نخلة بيده. الإصلاح الزراعي كده بيده، هذه في واقعة واحدة 300 نخلة غرسها النبي صلى الله عليه وسلم وكلها هذه نجحت. يقال إن نخلة واحدة لم تنجح أو لم يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم، غرسها شيء واحد آخر، هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهذا شيئا مهما، حرر مسلما وزرع أرضا. إذن هذه كلها شواهد من السنة. ومن ماذا فعل فيها المسلمون؟ يعني نقول السنة النبوية نحن مطالبون بها، ولكن نحن نقصرها في جيه. السنة كلها سنة، أليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس الأشجار؟ ورينا شي واحد دار هذه السنة نشوفه. ماشي في ديال في الجنان ديالو ما يغرسش، بل عندك شجرة في الباب ديال الدار ديالك لا تسقيها، بل يجيو الأطفال ديالنا الأشجار يغرسوها الآخرون ويكسروها ولا أحد يتكلم، واحد يتعلق فيها حتى واحد ما يقول هذيك الشجرة ماشي ديالي. لو كان دخل عندي للدار تفاهم معاه، جرج شتو الشجر مع الناط أشجار في الطريق تنغرس وتعاود تنغرس وتعاود، وكاين اللي اختصاصه أنه يقلع. هذا هو هذا فاشر عنده الهواية غير يتر هذاك الشيء ويرميها تما كلشي غير. تربية سيئة، لأننا لم ننشئ هذه الثقافة. إذا كان الناس الآن الشباب أو المجتمع المدني كما نسميه الآن يشتغل في المجتمع بأشياء اجتماعية، هذا ورش تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا نملأه؟ أن أشجار أن غابات ذهبت، أن مناطق كان فيها تشجير ثم تصحرت، عندنا أشياء كثيرة جدا. نحن لا يشهد علينا بأننا قمنا بعمل تطوعي. مثلا لو فرضنا لو كان كنا ندير استطعدوا نقولوا في درس من الدروس، أيها الشباب يوم الأحد المقبل إن شاء الله غادي نتقرب إلى الله تعالى بأن نغرس 100 شجرة ونضوا جمعوا حوايجكم وكذا وتمشيوا وتديوا الأجر ديالكم وتحيوا سنة، باش تمشيوا عند الله تعالى تقولوا درنا واحد السنة حينا. تجي تقول لي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكل لحم الكتيف، واش النبي صلى الله عليه وسلم كان غير ياكل الكتيف؟ زعما هادشي اللي قاعده السنه هي هذا اللي قاعد، هذا ما عقلت عليه انت بالسنه باش تغرس الشجره. ياك هذاك انا عطيتكم شحال من شاهد بان النبي صلى الله عليه وسلم غرس 300 نخله، وا دير شي حاجه بعدا غير باش تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقول احييت سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت ميته. وسيرى الناس ان المجتمع الاسلامي الحقيقي العمق هو المجتمع الذي وجهه الاسلام. المجتمع الذي يوجهه الإسلام. لكن الشباب طبعا أنا لا أقول بأن الشباب لا يستجيب، الشباب لا يقاد، لا يقاد إلى هذا، يقاد إلى أشياء أخرى. نعلم الإنسان العنف، ياك تكلموا تسمع على العنف، العنف عند الجميع، ماشي العنف ضد المرأة، العنف ضد المجتمع. لاحظوا كيكونوا يتكلموا الناس اللي ينهونا عن العنف في التلفزيون في الندوات، واحد يتكلم والاخر يدير له الهضره، لا كذا استنى واسي لا كذا، ماشي عنف هذاك. الكلام مناوبه وليس مناهبه، شي يطير على شي، وهما يحاربوا العنف. شوف بعض البرامج اللي يسميوها التفاعليه، العافيه تنوض وهما راهم دابزوا على العنف. كاين شي عنف قد هادشي اللي راكم فيه؟ العنف في اللفظ، وهادو كذا وهادو هو الناس اللي ماشي من كذا، والرجعيون والظلاميون راه عنف هسي. واش كتقول على العنف شي حدا تيهزوك العمود عاد تسمع عنف؟ يجب ان ننبذ العنف، ولكن ماشي العنف بالطريقه اللي راكم باغينها. تقبض واحد الانسان تسلخو وتقول له جمع يديك، لا، العنف ان نترك العنف جميعا. ها؟ وقولوا للناس، هذا ترك العنف، قولوا للناس حسنا. اذا اذا بغيت تترك العنف ولا بقيت انت تشد كذا، هذا الان اللي في اتجاه معين، ويمكن حتى في اتجاهات الدينيه يجتمعوا الناس ويتكلموا مع بعض.
انا كذا انا مزيان وانت مليح والاخر مزيان وهذاك شاف واحد الرؤيه والاخر شاف كذا وغادي هذا باقي له درجه ولا جوج يولي ما نعرف شنو هو وهذا غادي يبدا يطير ويتمشى ايوا والاخرين لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله ما ماشي هو هذاك التدين ديالهم ماشي مزيان والدين ديالهم مدخول هذا هذا هو التربيه اللي غتربي بها المسلمين اذا كنت تقول هكا في المسلمين شي غادي دير مع الاعداء ديالك اللي مفروض عليك انك تحتضنهم وانك تاخذهم وانك توريهم الرحمه ديال الاسلام، انت مسلمين ما سلكوش معك. ويقولون اشياء غريبه جدا هي من افتراءات الناس، الى واحد جاء غير كان بغى يفتري شي حاجه ما كانش اللي يسولوا على الدليل، صحيح؟ صحيح؟ كيبقى الناس يخافون الان على اعراضهم وعلى اولادهم وعلى النساء ديالهم، الا بغى شي واحد يبدا الهضره صافي انتهت. كاين اللي يسربها لان الناس فارغين والناس ما عندهمش مرجعيه حقيقيه عندهم توهمات وتصورات ويظنون ان هذه التصورات هي فلذلك اذا اردنا ان نعيش مع مجتمعنا ومع الغير باسلام حقيقي هو ان نؤمن بان هذا هو الذي يجب ان نكون عليه نتعامل مع الناس نؤدي الرساله لا نسكت ولكننا لا نصخب لا نسب احدا لا نشتم احدا لا نحقر احدا لان هذا الشيء يتولاه الله تعالى هو الذي يعاق تم تحكم الانسان على الضمير ديالو على الدخيله ديالو كيف تقول لله تعالى مره نتلاقي واحد شي 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 واحد شتو لانه هو دار روحو مسلم زعما وصافي راه قال لي واحد السيد كنا نهضرو غير على واحد السيد ما عرف هذه قديمه انا بقات من الطابعه قول لي داك السيد ما شي مزيان هذاك مالك اسي مالو شنو دار لك دار لك سرق لك كذب عليك ضربك انا شفت عليه واحد الليله واحد الرؤيه ماشي مزيانه وعرفت بانها الله اكبر وليت انت ميزان الحق وليت عاسب الناس بالرؤيه وديك الرؤيه انت زعما رديتها نبوه شو مالك تكون في هذا المستوى اول تزكيه للنفس وانت ماشي تزكي الله تعالى قال ولا تزكوا وانتم ما تشوفوا ماذا يزكي نفسه ولا سيد قبيح ما يسواش ديك الليله يكون شافوا واحد السيد باللي راه من الملائكه علاش؟ لان التصرف اختلف واحد السيد هذاك السيد مشى عند واحد السيد وعطاه شي تقرقيبه وبقات في نفسه وشافوا في الليل مزيان وانت قال لك خلصني لان راك كليت لي حقي تشوفوا في العشيه ماشي مزيان سهله وانتم بجوج راكم على غلط لا اللي شافوا مزيان ولا ما شافوش مزيان هذه غير انطباعات ان تريد ان تعرفه كيف هو الاعمال هي التي تحكم على الناس ونحكم عليهم بالشرع لا بالهوى وبالتالي يعيش الناس في امن يعيش الناس في امن الناس عندنا في بلاد المسلمين يظلمون كثيرا يظلمون لان الناس العامه هم الذين يوجهون الفكر ثم اضيف الى العامه ايضا المغرضون واصحاب الاحقاد واصحاب المذاهب الاخرى هؤلاء يقولون في الناس ما يشاءون ولكن الاصل من هذا كله هو نعود الى الشرع اذا هذه فقط بعض التوجيهات او دعوات الاسلام الى الاعتناء بالغرس والى الاكثار منه ولكن هذا ليس كل شيء في لانهي هذا الجزء ساحدثكم ان شاء الله عن الانظمه الزراعيه كما اسسها الاسلام أحدثكم إن شاء الله عن إحياء الموات وعن الإقطاع وعن أنواع الشركات الزراعية الفلاحية ما تصور لك شي واحد جاب شي حاجة جديدة أبدا أشياء مضبوطة وواضحة سترون أن المجتمع يحتاج إلى معرفة الأشياء وهذا بالنسبه لهذا الذي في الندوه حول المؤتمر حول كوب 22 في لقاء لقيت احد المسؤولين المسؤول اللي كان قلت ان ما قاله الفقهاء لم يصل اليه احد في مراكش لم تصلوا اليه اي طبعا لان هذه حقائق واشياء ملزمه ونحن عندنا مليار ونصف من المسلمين الأولى أن نخاطبهم بهذه اللغة ليعرفوا أن عليهم أن يحافظوا على
البيئة. أما هذه التوصيات فغالبا ما تلتزم بها الدول وتوقع عليها، ولكن الأفراد يجب أن نخاطب كل واحد من داخله، وأهم شيء يمكن أن يدفعه هو إيمانه ودينه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.